كما كان متوقعا لجنه جديده تشكل للتحقيق بالجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين لتضاف الى سلسله طويله من لجان التحقيق التي لم يجني منها الضحايا سوى الوعود في احسن الاحوال مع التغطيه على الجنات الذين امنوا العقاب فزادوا من جرائمهم وارهابهم وزاره الدفاع اعلنت تشكيل لجنه بناء على امر من رئيس الوزراء الحالي مصطفي الكاظمي للتحقيق فيما اسمتها اعمال عنف رافقت تظاهرات مدينه الناصريه مشيره الى ان اللجنه المؤلفه من عدد من الضباط وصلت الى محافظه ذي قار وباشرت اعمالها خطوة ثانية تحاول فيها حكومة الكاظم امتصاص غضب المتظاهرين بعد إقالة محافظ ذي قار ناظم الوائل المتهم بالفساد وسوء الإدارة وتكليف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي خلفا له وهو ما وجد رفضا واسعا من الشارع الثائر في ذي قار على الرغم من إعلان الأسدي سحب قوات مكافحة الشغب من شوارع الناصرية واستبدالها بقوات من الجيش والشرطة ويبدو أن الخطوات الحكومية لم تنطل على ثوار الناصرية الذين فهموا اللعب الصعوبات جيدا واكدين استمرار التظاهرات لحين الاستجابه لجميع مطالبهم واولها الكشف عن الجهات والاشخاص المتورطين بقتل المتظاهرين ويقول نشطاء ان الحكومه الحاليه متورطه بدماء المتظاهرين وان الكاظمي لم يفي بوعده بشان حمايتهم وبالتالي فانه وحكومته بات طرفا في قتل وقمع التظاهرات السلميه <applause> وفي ظل تمادي القوات الحكومية وميليشياتها واعتداءاتهم المستمرة امتدت عدوى التظاهرات الغاضبة إلى مدن جنوبية أخرى حيث شهدت كربلاء وبابل وواسط والنجف وميسان والبصرة والقادسية اضافه الى العاصمه بغداد حراكا متجددا لمسانده متظاهري ذي قار التي اثبتت احداثها مره اخرى ان القوى والاحزاب السياسيه مهما تنازعت وتصارعت فيما بينها فانها ستجتمع لضرب اي حراك يطالب بالتغيير ويمس مصالحها التي بنتها من دماء العراقيين وثرواتهم